السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كذلك أيها الأحباب الكرام، اللي ربما في البوادي وفي بعض المطاحين الناس كيغربلوا الدقيق غربلة الدقيق، وإنسان ربما هو كيغربل الدقيق هو يدخل شي حاجة في نيفو أو في فمه، هل هذا يفطر؟ لا يفطر. العلماء قال لك لا يضر لأنه غير المقصود به الإطعام. كذلك اللي غادي في شي أرض اللي فيها رمال وفيها تراب وفيها العجاج وتسرب إليه غبار الطريق إلى جوفه، قالوا أيضا العلماء هذا لا يضر ولا يفطر لعسر التحرز عنه. كذلك بعض النساء يكونوا في المطبخ يطيبوا الماكلة الحريرة والطاجين واللي قسم الله، فكتقول المرأة جي نذوق نسبة الملوحة، فإذا تذوقت والذوق في اللسان لا شيء فيه، لكن بدون ابتلاع فلا شيء فيه، تذوق وترمي داك الشيء من لسانها ولا تبتلعه في جوفها. فسيدنا عبد الله بن عباس لما سئل عن ذلك قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.